طفت سيارة خالي في وسط الهدى والجو ظلام ما تشوف أي حاجة. قاعد يمشي ويمشي وسمع أصوات غريبة وهو خايف من هذه الأصوات. يا أمي أصوات ما هو. أصبر دحين بقول لك. خالي سمع صوت جني. جني؟ إيوه جني. ولحق الجني ورا خالي وقاعد يجري خالي والجني يجري وراه وخالي يجري والجني يجري وراه. أقول لا تفك علينا مسوي فيها أكشن ورع. تكفى يا عامر لا تطريهم يجون ترى. أسلوب تخويف هو حركات مبزلة ما نبي. أوكي وأنت قاعد خالي يمشي قاعد خالي يمشي لا تفك علينا تفهم ولا لا؟ مع السلامة. تعال وين رايح؟ أبو روح بيتنا وين بروح؟ أوكي وجن ما في جن تفهم أنت وياه ولا لا؟ كره. أجل ما في جن يا ورع ها؟ يكون في علمك تراني قاعد معكم ومستمتع بالقصة اللي يقولها شكش. بس صراحة زاد فيها ونصب عليكم. ويكون في علمك ترى الجن اللي مسك خاله شكش جدي محروس الله يرحمه. بس صراحة زعلتني منك داخل علينا مدرعم. لمحايتي وزر ورع ناظرني ورا ما تناظرني ناظرني انت مناظر ها؟ طيب خايف يا ورع؟ خلاص آخر مرة والله صدقت. حرك السيارة لا حركها لك بسرعة حرك. وين؟ أبغى أروح وياك مشوار فيه رجاجين وفيه ناس. ما أبغى أشوف شكلك كذا أبغى أشوف شكلك رجل. طيب قال إيه قال ما في جن. حرك. تفضل ما احنا لاخوانك. يا هلا يا هلا ومرحبا يا هلا هلا وسهلا. ياسر وش جابك هنا تعرفهم؟ خويك صح؟ إيه خوي قلب قطو والحين أعرس. تحداني أصير كفتة؟ ما تحداك لا قلت حداك. شيك مفهي أنت يا أخوي. يمشي يا أخوي يمشي يا أخوي خليك رجال خليك رجال همشي. ما شاء الله جايبين بنورة. هي أبو نورة والأسبوع اللي راح رابح. تا
تو الحفلة تبدأ. اي بس انا بروح عند امي. رجعنا لامك. امشي امشي يا ورع انت والله العظيم. كل ما قفيت ناداني تعال، كل ما قبلت عزم بالرحيل. الحقيقة غدت مثل الخيال، هو عدوي وهو أوفى خيال. عاد عرفت المكان، سير علينا ها. يلا فرصة سعيدة، أنا بجيك بكرة. لا 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 تجيني، أنا إذا بغيتك أجيك. ما يحتاج تجي، أنا أجيك في أي مكان. ناسي إن صرنا أصدقاء ذا الحين. إي صح أصدقاء. مع السلامة يا صديقي. مع السلامة. وقف وقف يا ورع، أباك موضوع مهم. وقف سلام يا ورع. أنت وش تبي فيني؟ وش تبي فيني كل شوي طالع لي بشكل؟ أبعرفك على نفسي، أنا مداح جني محترم. شفتك في استراحتنا مع ممنون، حبيت أنصحك منه. ليش وش فيه؟ وش ما فيه؟ تعرف على واحد من الإنس عمل له مشاكل مع أصحابه ومع أهله لين دخل السجن. ممنون؟ ممنون هذا نكبة. بتشوف، لا تسمع، لا ترى، لا تتكلم، فهمت؟ أبشر. لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبشر أبشر يمه، حب بخاري مع الرز. إيه عارف المطعم اللي يحب أبوي. مع السلامة. سلام يا عيال. عليكم السلام ورحمة الله. فاتك يا عامر أمس شكش كمل قصة خاله مع الجن يوم قابله في جبال الهدى. ياسر فكك منه، أصلاً مو مصدق. يا عيال فكونا من ذي السالفة، خلونا نتابع مباراة. يا ترى توقعاتك إيه لمباراة النهاردة؟ تتوقع المدرب هيصر على نفس التشكيل اللي ظهر بيه في المباراة اللي فاتت ولا هيغير، وخصوصاً انه ظهر بشكل سيء جدا في المباراه اللي فاتت؟ في الحقيقه من الضروري انه ينتبه لنفسه واللي سواه قبل، لان لو استمر في اعتقاده هذا راح يدفع الثمن غالي. والله كلام المحلل الرياضي في محله، المدرب سباك، مستحيل يتخلى عن قناعاته الغبيه. بشي بشي تفضل هنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبي حبة بخاري مع الرز وأربع لبن. عندنا عصيرات طازة هتعجبك قوي. أما عاد هم ليه؟ عطنا المنيو. تفضل يا باشا. عطنا عصير توب. خذ لك عصير جزر يا بزر عشان يقوي ضرك. وش عندك أنت ناشف لي بكل مكان؟ يا ولد دخلص علينا، نبي نطلب يا ولد. طيب اصبر يا اخي، انت ما تفهم، قاعد تتكلم مع الرجال. ايه هتوقف النحل كتير، يلا روح شوف طلبك يلا. ها
أنت وش عندك هنا؟ روق يا ولد روق، ما قلت لك أسحب عليه؟ وش أسوي؟ أسحب عليه يطلع لي في كل مكان. حرك حرك يا ولد حرك سرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. سمي با عسى جبت من المطعم اللي انا احبه. عفو عليك بس احلى حب بخاري مع الرز. يعطيك العافيه ولدي. يلا اجلس اجلس. عنس عنس يما. يلا بسم الله. معليش باقي الدجاج معوضين. جايبين لنا تراب وعظام يا دليل الحياة. وش ذا؟ انت ما تستحي على وجهك؟ والله كانت حبة دجاج مع الرز ممنون هو السبب. وش مجنون وممنون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقوم أسوي لك تونة. تعال يا دليل أسوي شيء أبد ولا أنا مسوي شيء خلاص. ما أنت بصاحي فيك بلا؟ ما شاء الله ما شاء الله تلعب البلاي ستيشن حقي بعد يا ورع. حركات المبزرة ذي بطلها واذا انت رجال وقف لي. يا اخوي انا ماني رجال انا جني. يا رجال عمر عمر وش مالك تتطط وتكابس هبلت انت. لا عاد انت زودتها. والله ما خليك والله ما خليك. عجيب والله عجيب. ابوي لا جني اذهب عن وجهي اذهب. يا اخي ثور بذر في احد يحمل ابوه بهالاسلوب ده؟ احسبه انت. لا 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 اي تحسبه انا؟ لا مو بكل شيء يصير تحسبه انا اللي نسويه. ركز ركز يا عامر ركز. ترى الدعوه ما هي بها اللي تبي. ابشر ابشر ابركز ابركز. أرخي شباك افتح كبوت يا ورع. شغل شفت كيف خويك ممنون خطالك شحن بطارية توصيني بشيء؟ سلامتك. الله يستر عليك. عبي بنزين فل اخضر يا صديق طقه واحده. طيب هلا ياسر. لا ما في شيء بس متقروش شوي. اوكي اوكي خلاص الجوال
كيفك تزرفني؟ تحسب ما في حكومة ما في شرطة؟ الحين أسلمك ورع. وش تبي مني أنت؟ وش تبي مني؟ أبيك تصير رجال يا ورع، خذ جوالك خذ. نبني سيارتك. الهلي. يا مرحب. ولد وش الصيدة؟ سلام يا عيال، هذه السيارة يبغى لها تفكيك سريع سريع، قطعة صامولة مسمار ما تبقوا فيها ولا حاجة. يا عيال يا عيال، ذي سبعينها عندي عندي في ذمتي، يتشالح انهم يدورونها طوارة. هات يا حبيبي هات، بس لا تنسى انت، هو السيارة انا اللي جبتها، يعني نسبتها الكبيرة لي حقي. ليش تضرب؟ ليش تمد يدك؟ يعني عشان قلت لك النسبة الكبيرة لي؟ اركض اركض يا ما انت تدعيك، بس ما تدعيك امتى؟ نزل يدك. وي وش ذاك انت؟ وش ذاك يا اخي؟ ما مديت يدي عليك، مجنون انت؟ وش ذاكم يا عيال؟ ليش مديت يدك؟ لا تتبلى علي، ما مديت يدك. خلاص خلاص خلاص، هدوا 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 ورعان، انتم ورعان تهاوشون عشان سيارة، عشان سيارة، عشان سيارة، عشان سيارة، عشان سيارة تهاوشون. عيب عيب، ما يصير يا شباب. اتفاهدوا عشان سيارة، عشان سيارة. صب صب يا ورع، عيال عم تهاوشون، وش خليتوا المبزرة انتم؟ عيال عم وعيال خالة وبعد، ويفركوا هلي والتشليح، والله عيب. يا عمي ذبح امنا، امتحنا حسودي وينافخ ويتفلت ومخرب ام الهرجة والاتفاقات. اقول لك ولا ذبح اعتذر من دعمك. ابشر يا عم حصل خير. اعتذر من دعمك الثاني. حصل خير. يلا هنستاذن. والله ما تروح يا عم، نبغى نعشيك الليلة تكفى. وش عشاكم؟ اللي تطلب اللي تامر، ابشر. عشا؟ والله بين عليك من كابك وطقمك انك تبي سمك. ها اقول كل تبن. انا اشهد ان الرجال علومه طيبه، قليل الوقت ذا تحصل امثاله. كفو شهم يا عيال، ترى ما عرفنا ذا من هو. يا ابني احمد ربك انه دخل علينا ولا كانت ذابحنا. يا عيال الهل. هلا ياسر يا اخوي، وينك انت؟ قايل لك منك بعجل علي. وين 90 ريال؟ اصبر انت، ما تشوف سيارتي انزرفت؟ خلاص بعطيك اياها. راح اخلص اخلص بسرعه. اتحداك الجن البطل. انتبه مرة ثانية يا ورع. كفو والله، تكفى يا مداح، وتكفى تهز الرجاجيل والجن بعد. فكني من ممنون. ما في حل الا تطنش. ان بديت تفك فيه بيجيك مرة ثانية وثالثة ورابعة، ويا مصيبة بتحصر قدامك اعرف انها منه. طنش تعش، فهمت يا ورع؟ فهمت فهمت. وين 90 ريال؟ طيب طيب لا تنفخ. ما دام رجع الموتر ابشر بعزك، هذه 200 ريال، الباقي لك. شكرا. عفوا. لا والله بالهلي. يا عيال ذا ازعجنا بشخيره. يا ابوي شخير ودخل جوا راسي، خشم الفقي ده يبغى له توضيب. العب العب العب. الحين تلقم. حريقة يا عيال، حريقة! 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 يا عيال حريقة! قم حريقة! يا عامر قم حريقة، قم بسرعة يلا قم! طنش. لا تفكر فيه يجيك.
طنش. ما هو؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وضعك دلوقتي مستقر، مع إن الحروق اللي جات لك كانت حروق خطيرة جدا، بس الحمد لله أيام وتتحسن. الحمد لله على السلامة يا دلخ. أنت؟ وش جابك يا وجه النكبة؟ الحمد لله على السلامة يا عامر. طنش، لا تفكر فيه يجيك، لا تفكر فيه. شكل سالفة التطنيش ماشيتن عليه لا الحين، صدقك يا بداح بسرعة. أنت دلخ دلخ، أنت واقف وسط النار والجوال معك، لين النار شبت فيك، دلخ. وش السالفة؟ أنتم مع بعض؟ حنا أخوان وأكثر من الأخوان. حنا واحد بعد. أركض بديتك. حنا شباب.